فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تزوج الرجل بأربع نسوة ثم طلق واحدة منهن، فهل يقال بأن عليه عدة؟ لا، ينتظر حتى تكمل عدة الرابعة، لأن آثار النكاح ما زالت باقية. نعم، انتهى يا شيخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.